ديال البروف راه كيف ديجا قلنا بلي كاينه لا بارتي تيوريك اللي كيحطها في لي كيسيون دو كور الا مشينا لي زيكزامان ديال البروف دونك ضروري كتلقاو بحال هاد لي كيسيون دو كور هادو كلهم فوالا دونك هادو راه غادي تاخذوهم غير من الكور و لي كيسيون الاخرين هما ديال البراتيك يقدر يسولك اما على لو اس جي يقدر اما يسولك على البيلون فينانسي داكور دونك هادو هما جوج ديال الا قلنا تقريبا كاين 3 شابيتر الشابيتر الاولى نقدروا نحطوها ونسميوها لي كيسيون كور يعني لا بارتي تيوريك اناليز فينانسيير لا بارتي الثانيه ليتابليسمون ديال لو اس جي ايتا دي سول دو جيستيون جيست هنا يلفو فيغ اتونسيون سي كو راه لو اس جي البروف راه غادي يوليو كيخدمو ليكم افون روتريتمون اي ابخي روتريتمون علاش حيت كاين عندو واحد ليكزامان هنايا دونك فوالا الا لاحظنا هاد ليكزامان دونك هنا راه سولكم كيما كتلاحظو هاد لا كيسيون نيميرو 8 suite au retraitement nécessaire d'après les données de l'exercice 1, quels sont les soldes d'intermédiaires de gestion qui seront modifiés? Donc, on a la question, d'accord? C'est bon? Voilà. Donc, imaginons نشوفوا لي كيسيون الكور ديال البروف لي كيسيون الكور ديال البروف راه كاينين كلهم هنايا كاينين كلهم في الكور ديالو دونك فوالا لي كيسيون الكور ديال البروف نقدروا ناخذهم غير هنا في لا بارتي تيوري دونك فوالا Et là, comme introduction générale, l'analyse financière est une discipline relativement récente. Alors, elle s'est développée principalement à partir du siècle, les rois du 19e siècle. Elle contient un ensemble de concepts et méthodes qui oscillent permettant d'apprécier la situation financière passée et actuelle, dédiée à la prise de décision et de gestion, cohérente et d'évaluer l'entreprise comme objectif et d'arriver à prévoir. L'objectif principal de l'analyse financière est les objectifs. Selon le prof M. Ahrouch, je vais vous expliquer. L'objectif principal de l'analyse financière est la rentabilité financière que peut espérer l'actionnaire en cas de placement boursier. Imaginez, l'actionnaire va entrer dans un shrik, donc il va voir si l'entreprise est rentable. Si elle est rentable, elle est morbide. مثلا دابا انا باغي انفيستي في شركه ما غاديش نجي نحط اي سوسيتي ضروري خصني نشوف اش ضروري خصني نشوف واش هي رونتابل وي ولا دابخي اش دابخي دوك لي بلاسمون بورسي يعني انا كنمشي نحط الفلوس ديالي في واحد السوسيتي دونك كنشري الاسهم ديال ديك الشركه وشنو الثاني لوبجيكتيف الاخر هو اش هو لا كاباسيتي دو لونتربريز دو رومبورسي سي كريدي او زيشيونس اون كا دو دوموند دي كريدي هنا كنهضروا على هذيك لا نوسيون اللي كيسميه البروف كون ابيل لا سولفابيليتي نوطيو عندكم خذوا شي كيي وخذوا سيلو هاد لا كاباسيتي دو لونتربريز دو رومبورسي سي كريدي كتسمى هو لو راسيو ديال لا سولفابيليتي شنو كتعني لا سولفابيليتي هي لا كاباسيتي دو رومبورسي لي ديت هو واش قادر انت تخلص الكريديات ديالك دونك الا حبسنا غير في هاد جوج ديال لي نوسيون هادو بحال دابا الا خدينا واحد الاكزام ديال البروف راه كتلقاه هنا كيسولك عليها هاي دونك هذا ليكزامان ديال سي اهروش كيقول لك هنا لا كيسيون نيميرو 1 دونك كل كا بو تون اوتيليزي لانيس فينانسيير واش لو شوا ا بريفوار لا رونتابيليتي فينانسيير دي بلاسمون بورسي ولا بريفوار لا رونتابيليتي فينانسيير جو سي با هاد الكلمه هادي ما عرفتش هنا مفتوحه كتعطيوها ليا الى عندكم ليكزامان اوريجينال كتعطيوها ليا باش نشوف هاد لو شوا ولا بريفوار لا كاباسيتي داتيري لي كليون ولا بريفوار لا كاباسيتي دو رومبورسي لي ديت دونك الى رجعنا غير شويه لا ديفينيسيون شنو غادي نلقاو غادي نلقاو لو شوا ا وغادي نلقاو لو شوا دي هما اللي صحاح دونك شنو هو لوبجيكتيف برينسيبال ديال الاناليز فينانسيير سولو مسيو اهروش في الكيد كور ديالو هو بريفوار لا رونتابيليتي فينانسيير دي بلاسمون بورسي و بريفوار لا كاباسيتي دو رومبورسمون دي ديت شنو هي لو رومبورسمون دي ديت واش انت قادر ترجع الكريديات ديالك وي او نو سي بون
دونك نتوما فين غادي تلقاو دابا كديروا؟ غتلقاو دابا الكور ديال البروف كل تقريبا باج بحال هكا دابا هاد الباج هادي غتاخد منها لو نيسيسير، اشنو فهمتي منها نتايا وشنو هما كاع الاسئله اللي يقدر يسول عليهم البروف. يعني بطريقه اخرى اشنو غادي دير؟ غتحاولوا ما امكن تشوفوا هاد لي كيستيون الكور ديال البروف اللي كيحط لكم هنايا بحال دابا هكا مثلا هاد لي كيستيون الكور هادو هادو كلهم راه فيهم دي كيستيون الكور اللي كاينين في اللي كاينين في هذا اللي كاينين في الكور. داكو عندكم شي كيستيون حتى لهنا؟ دونك الى لاحظنا بلي لوبجيكتيف برانسيبال في الباج نيميرو 1 ديال البروف اللي حطها كوم انتروديكسيون جينيرال قال لنا جوج ديال لي نونسيون هو اش؟ هو لا رونتابيليتي فينونسيير كتو espérer l'actionnaire en cas de placement boursier ou H ou la capacité de l'entreprise de rembourser ses dettes. Donc de ce fait, analyse financière n'est pas seulement l'étude du compte de l'entreprise, mais aussi l'examen de sa situation financière de six perspectives et s'effectue à partir des états de synthèse établis selon le code général normal comptable, code général de normalisation comptable, à savoir راكم عارفين شكون هما لي 5 ايطا دو سانتيز. لي 5 ايطا دو سانتيز اللي قريتو في القرايه تاعكم في اس 1 قريتو البيلون و سي تي سي داكوغ. دونك هما خمسه اللي كاينين، اذا تحسبوا البلان كونطابل غتلقاو خمسه اللي كاينين، كاين عندنا البيلون وكاين عندنا سي تي سي، وانتم دابا في اس 4 كتقراو لو اس جي، وفي اس 5 كتقراو الطابلو دو فينونسمون، وهاد لي 6 ما كتقراوش. داكوغ لي سونسيل هما خمسة. سي بوكلي اللي باقي ما سدش الميكرو تاعو يسدو عافاكم. دونك الى جينا نشوفو شكون هما هاد خمسة ديال لي زيتا سانتيز، حتى شفنا قلنا ملي كنبغيو سي بوكلي عافاكم. دونك قلنا الا بغيت ناناليزي لا سيتياسيون فينانسيير ديال واحد لونتربريز، الا مثلا دابا انا جيت وبغيت نشوف هاد لا سيتياسيون ديال هاد لونتربريز واش هي مزيانه واش خدامه واش معناها نظرا ان هاد الكريديات ديالها وي او نو، شنو هو الحل؟ الحل هو انه ندرس هادوك لي زيتا دو سانتيز. هادوك لي زيتا دو سانتيز راهم كاينين في لو كود جينيرال دو نورمالمون اي واش لون كونطابل ماروكان. اول دوكيمون شكون هو البيلون. كما راكم عارفين كيفاش قرينا في البيلون، شنو هو البيلون؟ هو لو بيلون اي ان دوكيمون كونطابل كي ديكري لا سيتياسيون باتريمونيال دو لونتربريز ان تيرم دومبلوا اي دو بوزون. داكور، يعني البيلون شنو هو؟ البيلون هو دوكيمون كونطابل كي ديكري لا سيتياسيون باتريمونيال دو لونتربريز. الدوكيمون الثاني هو سي بي سي. شنو هو سي بي سي؟ سي بي سي كي جيتي هو كي اناليزي لنا الريزيلتا اللي جابنا البيلون، حيت البيلون جاب لنا ريزيلتا جلوبال، دونك سي بي سي كيجي بوغ اناليزي هذاك الريزيلتا، وباش كي اناليزي هو كي اناليزي بزاف لي برودوي اي لي شارج، داكوغ؟ وكي اناليزي باغ سيكل، سيكل ديكسبلوطاسيون، سيكل فينونسيير، وسيكل نون كورون، دونك سي بي سي تا هو بارمي لي زيتا سانتيز. ودابا نتوما كتقراو اس جي، دونك لو اس جي تا هو اناليزي لنا financière de l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez un micro. C'est bon, tout le monde? Cette connexion internet n'est pas assez puissante pour le moment. غير اللي خليكم دوك الناس اللي باقي ما سدوش الميكرو يسدو الميكرو كوم سا باش هكذا تسمعوني انا مزيان. بون دونك كيف ما ديجا قلت لكم، يعني كاين دابا نتوما كتقراو لو اس جي. لو اس جي هو واحد الدوكيمون في ايطا كان اناليزو فيه لي سولد، وكيف ديجا قرينا في السونتر السولد الاول لا مارج بروي كوميرسيال لا برودكسيون دو ليزيرسيس لا كونسوماسيون لا فالور اجوتي لو بي او ريزيتا ديكسبلوطاسيون. ومن بعد طاول الفينونسمون هذا غتقراو في اكس 5 ان شاء الله، ولي تيك تا هو غتشوفوه غالبا غتشوفوه في لوبيت. دونك الى جينا نشوفو برانسيب اي ميثود كونتابل، برانسيبال ميثود ديفالياسيون ستاتيستيك ان انتربريز اي دي ديروغاسيون ايتا دو شانجمون دو ميثود
l'information complémentaire au bilan et au CPC, telles que le tableau des immobilisations, le tableau d'amortissement, de plus ou moins, les plus-values, les moins-values, succession et retraitement des immobilisations, de provisions, tableau de créances, des dettes, etc. Donc, d'abord, ce sont des informations complémentaires. D'abord, on a une analyse de la situation de l'Ouachalika. Alors, monsieur Ali, on va stagir le bilan pour nous, on va stagir le CPC, on va stagir le SG. On va stagir d'autres méthodes, on va stagir d'autres informations complémentaires. D'abord, on a la méthode de l'Ouachalika. بحال غنحتاج طابلو دي موبيليزاسيون نشوف لي موبيليزاسيون ديال الشركه شنو دخل شنو خرج اون تيرم دو فالور بروت غنشوف طابلو ديال لامونتيسمون غنشوف طابلو ديال البروفيزيون غنشوف شحال باعت الشركه داكوغ غنشوف طابلو دو كليون شحال كتسال الشركه اكسيتيرا يعني هادو دابا كلهم سوسون دي 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 زوتي هما ادوات ووسائل كنحتاجهم انا اون طونك واحد لا بيرسون كي فا اناليزي هاديك لا سيتياسيون دونك توجور غاتسير غير في الكونتي تيوريك دونك نتوما ردوا البال بحال دابا هاد لاباج هادي كاملها الا كان بغى يسولك البروف عرفتي علاش غيسولك فهاد لاباج هادي ابروليكسيون هادي راك ديجا وريتكم لا كيسيون ها هي لوبجيكتيف برينسيبال ديال لا جيستيون فينانسيير عقلوا ليها مزيان ورا السؤال راه وريتو لكم هنايا وغا يسولك على هاد لي 5 ايطا دو سانتيز لي 5 ايطا دو سانتيز ديال لونتربريز هما خمسه كاين البيلون وكاين السي تي سي وكاين لو اس جي وكاين طابو دو فينونسمون وكاين لي تيكس هما اللي كيتسموا ايطا دو سانتيز بالبيلون راه كاين عنده واحد لا كيسيون دونك نشوف عليكم نشوف لكم واحد لا كيسيون هنايا شوفوا دونك فوالا كي سون لي زوتي ان فينانسيير لا ماشي هذا دونك جو كرو كاين عنده واحد السؤال هنا كيهضر كيقول لك ودي شكون هما اللي لي دوكيمون ولا لي زيتا سانتيز ديال البيلون فوالا دونك ماشي هنايا دونك عنده واحد ليكزامان كيسولك غير هذا السؤال هذا شنو كيقول لك يقول لك اودي اي سون لي زيتا سانتيز ايتابلي بار لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل غتقول لي هما خمسه البيلون سي بي سي لو اس جي طابو فينونسمون اي لو تي سي بون هاد الباج نيميرو 3 صامات وي مفهومه très bien Autres informations complémentaires telles que la répartition du capital, l'acceptation du résultat, les opérations en devise, depuis toujours ni aujourd'hui, plus qu'hier, du fait de la montée de l'incertitude et de la complexité des situations nationales et internationales, l'analyse financière constitue pour les dirigeants un outil de gestion indispensable. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous autres informations, que nous avons dit ما يعني غادي نحتاجو دو بلوس غنحتاجو البيلون غنحتاجو سي بي سي غنحتاجو الطابلو ديال لي موبيليزاسيون طابلو دامونتيسمون غنحتاجو تا اوتر انفورماسيون بحال لا ريبارتيسيون دو كابيتال كيفاش بريبارتا الكابيتال بحال لا فيكساسيون دو ريزيلتا هادي اللي كتقراو في الكونتابيليتي كيفاش غتوزع هاد الريزيلتا شحال حطينا في الريزيرف ليغال شحال حطينا في الريزيرف فاكولتاتيف شحال خداو لي زاكسيونير لي زوبيراسيون اون دوفيز لي شونج اللي كنديرو دونك انا اون طون كو بيرسون كيما ديجا قلنا بغيت ناناليزي لا سيتياسيون ديال واحد الشركه بغيت نخدم بهاد لا ماتير ديال اناليز فينونسيير راه ما غاديش نحتاج فقط لي دوكيمون كونطابل ما غاديش نحتاج فقط لا فاكتور كوم بيس جيستيفيكاتيف غنحتاج كاع هاد لي زانفورماسيون اللي حط لكم دابا البروف هنا وكيف ديجا قال لكم راه قال لكم دابا راه ولات اش ولات دابا لاناليز جيستيون فينونسيير ان اوتي انديسبونسابل ولات شي حاجه مهمه بالنسبه لدوك لي ديريجون شكرا مقطع ما تسمعني دابا كتسمعني مزيان كيفاش تسمعني مزيان اون فيت اون فيت راه فينالمون غنسيفط لكم لا فيديو ياك صافي داكو غنسيفط لكم لا فيديو ديال هاد الحصه هاد الحصه هادي راه كنسجلها دابا انا ياك غنسيفطها لكم من بعد نتوما عاودوا قراوها باش الا لقيتوا شي كيسيون ولا شي حاجه ما فهمتوهاش غتصيفطوها ليا في الواتساب ونجاوبكم عليها دونك كما قلنا غتولي دابا الاناليز فينانسيير انديسبونسابل شي حاجه مهمه بور لي ريجيون علاش بور ابريسي لا سيتياسيون فينانسيير دون لونتربريز ياك ما لا سيتياسيون ياك ماشي دونجوروز اميليور تي او سو دي تخوا دي تخيور s'assurer de l'équilibre financier et mesurer le risque de la rentabilité des capitaux indiqués, élaborer la stratégie d'entreprise et une entreprise par rapport aux termes des entreprises du même secteur. Maintenant, le principal de l'entreprise, je m'ai déjà expliqué,
راه لوبجيكتيف برينسيبال ديال الانالي فينونسيير راه ماشي هو نعرفوا غير واش لونتربريز رونتابل واش هي قادره تخلص البنيون ديالها ولا لا، راه حتى ابريسي لا سيتياسيون كما يمكن تشوفوا هذيك الشركه واش هي كما كاينه في شي حاله اللي هي كاين في ان ريسك تقدر دير فايت، نحاول ما يمكن اننا ناميليو ناميليريو النيفو ديالها بوكوا با نشوفوا ايكيليبر فينونسي يعني اش تكون شركه خدامه مزيان كنخلصوا الكازيه ديالنا في الوقت الكازيه ديالنا كيخلصنا في الوقت، علاش لا نديروا واحد لا استراتيجي بلانيفيو مثلا اننا انفيستيو الون تيرم، علاش لا لونتربريز ديالنا تكون بحالها بحال لي زوطخ اونتربريز اللي عندها نفس السيكتور، مثلا دابا انا اونتربريز باغ اكزومبل لو كوبي اللي هو اندستريال ولا كوميرسيال، دونك انا كنقارن راسي بشركه اخرى كنقول علاش انا ما نولي بحال ديك الشركه حتى انا نفس السيكتور ونفس لاكتيفيتي اكسيتيرا، دونك بزاف كنشوف لوبجيكتيف ديال لونتربريز راه ماشي غير كيفما ديجا تريتينا في الاول، غير انت كتمشي على لاكيستيون اللي قال لك البروف، دونك كما كنقولوا ما تزيدوش عليكم زياده ما غاتحنا داكشي اللي كيعطيك البروف في هذا الكورس هو اللي خصك تحط ليه في الاكزام. بون هنا حط لكم البروف غير غابيل سيغ لا كونتابيتي جينيرال dessus de la relation étroite entre l'analyse financière et la comptabilité générale. Ce chapitre vise à faire des rappels sur les principaux éléments considérés comme requis pour étudier l'analyse financière. Il s'agit d'une part des travaux d'inventaire, à savoir les amortissements, les provisions, les régularisations, et d'autre part des principaux comptables fondamentaux. Nous avons dit en tant que personne qui va analyser la situation de l'entreprise financière, bien sûr, راه ضروري غتخصنا لا كونطابيلتي جينيرال كون باز دو دوني، من بعد واحد لا بيرسون غادي يجي غايقول لي ودي انا راه بغيت ناناليزي الشركه، بغيت نشوف واش الشركه خدامه ياك ما عندها ان ريسك واش خدامه مزيان واش هذا وهذا، الا وغادي ناخذ بعين الاعتبار لا كونطابيلتي جينيرال، ولا كونطابيلتي جينيرال كيفما ديجا كتعرفوا كتبازي على ياك كتبازي على بزاف الحوايج، بازي على الترافو دانفونتير اللي هما لي زاموتيسمون لي بروفيزيون ريغيلاريزاسيون كتبازي على البرانسيب كونطابل اللي كنتو ديجا يعني هذا فقط البروف يخلي لكم كوم غابيل غير غابيل زعما بحال بغي يقول لكم واش راه الكونطا جينيرال ضروري غادي نحتاجوها في الانالي فينونسيير، غير نتوما في الاخر راه البروف ما كيسولكش ماشي كيقول لك اودي كالكولي لامورتيسمون ولا احسب لي البروفيزيون داكشي ديال اس ا و اس 2 نو، غير يقدروا يكونوا دي زانفورماسيون على هذا لامورتيسمون على هذا البروفيزيون باش يشوفوا في البروف ملي كيسيريو هذا الشيء. راكم عارفين لامورتيسمون راكم عارفين قلتوها في اس 2 لامورتيسمون اي ديفيني سلون بلون كونتابل جينيرال ماروكان كوم لا كونستاتاسيون كونتابل دان اموندريسمون دو لا فالور دان اليمون داكتيف ريزيتون دو ليزاج دو طون دو شونجمون اي دو تيت اوتخ كوز دو لي زيفي سون ايريفيرزيبل. عاوتاني هنايا شوفوا عقلوا مزيان لامورتيسمون عقلوا على اس ايريفيرزيبل مره مره كيسول عليها داكوغ، ولا كيقول لك لامورتيسمون مع البروفيزيون مثلا باش نعرفوا الفرق بين لامورتيسمون و بروفيزيون، كنقولوا لامورتيسمون مالو راه سيتي شارج ولا واحد اش واحد لا كونستاتاسيون ولا واحد لا موندريسمون اللي هي اش اللي هي سيغتان، يعني مثلا دابا كنقول اودي انا راه عندي واحد الكاميو واحد المويان دو ترونسبور غادي يعيش خمس سنين دونك راه غادي يخدم واحد عام في سيغ سيغتان داك عام غتمشي منه واحد القيمه اي فادي بريسي، يعني كما كنقولوا منين غادي يجي لنا هاد لاموندريسمون شنو هو لاموندريسمون هو لا ديبريسياسيون داك الكاميو كيفقد القيمه ديالو منين غادي يجي ريزولتون من ليزاج من الاستعمال ديالو ولا افيك لو طون ولا افيك شونجمون تكنيك، يعني لاموندريسمون البروفيزيون لاموندريسمون كتعتبر اون شارج اللي هي سيغتان والبروفيزيون شنو كتعتبر اون شارج اللي هي بروبابل اون شارج بروبابل غير محتمله هكا غنشوفوها باغ لا سويت. وراكم كنتو شفتو لو كالكول ديال لامورتيسمون، لامورتيسمون الا بغينا نحسبوهم كاين عندنا اما سيستيم لينيير كونستون ولا سيستيم بروغريسيف ولا امورتيسمون بروغريسيف اللي هي اكسبسيونيل هذه راه ما قريتوهاش نتوما كنتو شفتو غير لينيير او ديغريسيف، دونك باش ندخلو في ديتاي لان هادشي اصلا البروف راه ما كيسولش عليه غير شي غابيل وصافي. دونك لو طو دامورتيسمون لو طو دامورتيسمون راكم عارفين كيفاش نحسبو كي اس ايكال 100 مقسوم على ان وشناهي ان افيك ان لا دوري دو في بروبابل، والطو ديغريسيف شنو كيساوي الطو ديغريسيف تي هو لوطو اللي هو كونستون مضروبه في كا شنو هو كا هو الكوفيسيون الا كنت عقلت واحد شويه على اس 2
الكوفيسيون الا كانت لا دوري دي في بين 60 و 40 سنين فكنضربوا في 1.5 الا كانت لا دوري دي في بين 50 و 60 كنضربوا في 2 الا كانت لا دوري دي في سوبيريور ا 6 ans كنضربوا في 3 هادشي غير فين كنحسبوا لاخر بغينا نحسبوا لانويتي دونك لانويتي لامورتيسمون كونستون كيفاش كنحسبوها كيفاش كنحسبوا لامورتيسمون كنحسبوا لا فالور دونتري اور تاكس كنضربوا في لوطو وكنضربوا في ان على 2 ولا ميم شوز عاوتاني بالنسبه للسيستيم ديغريسيف الا كنتو عقلتو في السيستيم ديغريسيف كنديروا واحد الطابلو وكنشدوا لا فالور دو باز وديك لا بروميير بينا اخر بينا كتولي هي لا باز دو كالكول هنا عاوتاني شنو هي لا فينا لا فينا هي لا فالور نت دامورتيسمون كيفاش كنحسبوها كنشدوا لا فالور دونتري ولا لا فالور دوريجين وكنقسم منو ديمينيو لو كومي دامورتيسمون اللي كنا ديجا حسبنا المهم هادشي راه غير غابيل غير على غير على داكشي ديال الاس 2 اما هو راه زامي د لافي غيكون شوفوا ليكزامان راكم عارفين ديال مسيو اف ليكزامان كيبازي على ثلاثه د المسائل خصكم تاخذوهم بعين الاعتبار كون هما ثلاثه د المسائل لي كيسيون كور و لو اس جي ميتريزي مزيان و البيلون فينونسي واحسن طريقه راه كيف ديجا قلتها لكم مازال راه الناس بنجريش راه صيفطوا ليا كيف ديجا قلت لكم الا بغيت نهنيكم انا ملي كيسيون كور ديروا لي هذا البلان هذا اش غديروا هادشي دو كاع لي كيسيون كور ديال البروف مثلا نعطيكم اكزامبل كيسيون كور هادو غتجمعوهم كاملهم غتجمعو هادي كيسيون كور كاملهم لي كاينين في زيكزاما كاملهم يكونوا مثلا واحد 50 سؤال ولا واحد 60 سؤال وغادي نصيفط ليكم ونصيفط ليكم لا كوريكسيون البروف راه شنو كيدير البروف راه غير كيعاود الاسئله هادوك الاسئله كاملين كاين تما راه كيتعاود واصلا شنو غادي دير الا لقيتي راسك تقريبا 50 سؤال ولا داك 60 سؤال راه بحال قريتي الكور كامل كيما كتلاحظوا الكور راه ما فيه والو الكور راه ما فيه والو بحال دابا انا كتحط الاولى كامله كتهزم هو كيسيون عاوتاني غادي انا نشوف دونك عندي لابليكاسيون غتحبس من دابا واحد 10 مينوت علاش لان زوم كتخدم غير 40 مينوت دونك كاين راه كيجي انكم تدخلوا عاوتاني لليان مي ما كاين ما يدخل ولكن كيتكليه اوفيال الى قفلات غير عاودوا دخلوا غادي تلقاوني انا فات دونك نكملوا لا سيسيون دي زيموبيليزاسيون امورتيسابل ولا بلوتو لا كونطابيليزاسيون دي زاموفيسمون فاش كنا كنبغوا نكونطابيليزيو لاموفيسمون ديال واحد ايموبيليزاسيون امورتيسابل شنو هما لي كونط كنخدموا إما 619 دوطاسيون فوطاسيون إما 630 دوطاسيون فيرونسيال إما 650 وكان تخليتي لو كونت أش جوج ثمانية كنديرو ديك ثمانية في دوزيام بوزيسيون اللي كتبازي على لا مونتيسيون وهنا إلا كنتو عقلتو لا سيسيون ديال ليموبيليزاسيون أمورتيسابل لو فيت أننا نبيعو واحد الماتريال اللي هو ديجا أمورتيسابل أشنو كنا كنديرو كنكريتيو ليموبيليزاسيون كونسيرني وكنديبيتيو الفيمول دامورتيسمون وكنديبيتيو أش لا فيرا Sur le plan fiscal, les amortissements sont considérés comme charges déductibles dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de l'IR et de l'IS qui en résume. C'est-à-dire en plan fiscal, nous avons l'amortissement. L'amortissement est une charge déductible. C'est-à-dire que nous avons fait un document S5 de fiscalité, nous avons une charge déductible. يعني لا مورتيسمون عندك الحق انك تدخلها في لي شارج عندك الحق انك تدوزها في لي شارج فوالا هنايا يعني كنغونفليو لي شارج باش بالكونت ديال امورتيسمون كيلكو سوا واش هاد الشركه هادي خدامه بليير امبو سور لو روفوني ولا خدامه بلياس امبو سور لا سوسيتي دونك هاد جوج ديال لي ريجيم اشوفوهم ان شاء الله في 5 دابا راه ما كيعنيكمش وما غاديش يسولكم عليهم الطوف Donc, on a obtenu des éléments. L'entreprise doit effectuer ses amortissements selon le taux pratiqué par chaque nature d'industrie ou de profession. Alors, comme on a fait une fois qu'on a fait l'amortissement, on a fait le taux. Ou est-ce 20%, ou est-ce 25%, ou est-ce 10%. Donc, avec le taux, on a fait le taux. Selon H, selon la nature, il y a de l'immobilisation, ou la profession, on a fait le taux. Les frais d'établissement sont déduits sur les trois premiers exercices bénéficiaires ou bien amortis linéairement sur 5 ans à partir du premier exercice de leur enregistrement. Alors, comme on a les frais préliminaires, c'est la chérique Allah qui a pris une chérique qui voulait qu'on obtienne fiscalement. Alors, les frais sont amortissables, fâche, moudadir khmsni. On a dit qu'on a 12 ans que l'amortissement moudadir khmsni.
Les primes de remboursement des obligations doivent être déduites du résultat à partir de l'exercice de leur paiement. A obtenir le compte les voies métiers. Autre tâche, prime de remboursement des obligations, c'est à voir qu'un nocteur. C'est à dire qu'on fait le bilan, Inch'Allah. C'est à le bilan fonctionnel. Et le prof, je ne sais pas comme bilan fonctionnel. On fait le bilan financier. C'est ce qui est à tabro, H, qui est à tabro, actif fictif. C'est l'actif qui est à l'homme, je crème. On fait, Inch'Allah, c'est le bilan. Le délai de report de la fraction du déficit correspondant aux amortissements des frais d'établissement doit être limité à 4 ans. De préférence, l'application du déficit provenant de l'amortissement des frais d'établissement précisé, celle du déficit des amortissements des autres immobilisations. Maintenant, la fiscalité, Inch'Allah, la ratraf est 5, qui est une ratraf, ce qu'on appelle un déficit. Ratraf, c'est un chasrin, un chasrin qui est un chasara. Ou avec le chasrin qui est un chasara, l'état qui est un chasrin, c'est un chasrin qui est un chasrin, elle a un mot d'être basse. Sauf que l'amortissement m'a un délai. عاوتاني لا ميم فوز هاد لا نوصيو هادي اللي حاط لكم دابا هنا البروف ما عندكم تجربوا بها ما نقول لكم عليها اس 4 هادي كاينه في الكتاب دونك فوالا حسبنا هنايا كنت نشرح لكم هاد لو ديلي دو روبور دو لا فراكسيون دي ديفيسيت بو كوريسبوندون اون امونتمون دو شوز دو تابيسمون دو تيتر ليميتي ا 4 ans دابا خصكم تعرفوا بلي في فيسكاليتي كيكون عندنا بخطرات ان ديفيسيت يعني اش لونتربريز بخطرات كتكون خاسره وقانونيا كيقول لك اودي ديك الخساره ديك لابيرت عندك الحق انك ريكيبيريها في لي زيكزيرسيس سويفون دو لا ليميت دو 4 ans ما تفوتش 4 سنين سوف كو لامورتيسمون راه سون ليميت هادشي راه كاين فيسكاليتي ما غاديش تقراوه ما تقراوش دابا حتى دابا خصني ضروري طابلو باش نشرح لكم ان اكزومبل و دو توت فاسون ما كاينش عندكم في اس 4 يعني الكوبرا ما غاديش يسول لكم عليها هادي كتخدم بزاف اس 5 حيت هو دار غير رابيل هنايا على لامورتيسمون و البروفيزيون La même chose à obtenir, les provisions, raconte Arfin, le Hadadir Home, la définition de Home, qu'est-ce qu'on une conservation comptable, ou qu'est-ce qu'on probable, une perte probable, ou qu'est-ce qu'on a de quoi la perte, ou la chassara, les yamoutawaka, automatiquement que 12 ans la comptabilité comme une charge. Donc la provision soit la diminution provisoire de la valeur d'un élément d'actif. Il s'agit des provisions pour des prestations d'actifs. Ou là, soit, de l'augmentation des passifs exigibles à plus ou moins long terme. Il s'agit des provisions réglementées, des provisions pour risque et charge. Donc, alors, comme on a fait une provision à la fin de l'actif, on a fini sur le passif, qui est la classe 1, classe 1, la rubrique de charge, ou la fin de l'actif. Donc, la provision pour dépréciation d'éléments d'actifs, provision constatant habituellement du moins valu probablement relative aux éléments d'actifs non amortissables. Alors, comme on a dit, l'actif immobilisé, tout le amortissable, qui est amortissable. Sauf que le fonds commercial, au terrain, ou les immobilisations financières, les titres de participation, c'est amortissable. Donc, nous avons dit, nous avons dit, nous provision. La provision, la dépréciation des éléments d'actifs. Provision réglementaire, donc provision pour risque et charge. Il y a un cours, c'est le professeur qui est un cours du cours de l'ALF, de l'ES2. Il y a un cours qui est une question. Sauf que il y a un cours qui est 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 un cours qui ديال مسيو اهروش ما تجيبوهوش من شي قنت اخر جيبو سولمون من الكور ديالو ما تكونش الكور ديالو هنايا دونك هنا راكم عارفين نهضر على لي بروفيزيون بور ريسك شارج نهضر على لا ريغولاريزاسيون دو كونت داكتيف اي باسيف راكم عارفين ريغولاريزاسيون ديال لاكتيف وديال الباسيف ديال لي شارج وديال لي برودوي ما قريتوهمش في اس 2 بحال دوك شارج كونستاتي دافونس برودوي ا ريسيفوار charge à payer, tout le monde a fait très bien pour la régularisation de la fin d'exercice. Donc, nous avons le prof qui me comme les principes comptables fondamentaux. Alors, comme on a fait les principes comptables, on va les brièvement. D'accord? Les principes comptables, il y a le principe de la continuité d'exploitation, il y a le principe de la permanence de méthode, le principe de l'éco-historique, comme on a fait là. D'accord? Principe de spécialisation des exercices, principe de prudence, principe de clarté, principe d'importance significative,
هادو هما السبعه اللي كاينين. دونك ندوي لكم على كل وحده وشنو شنو الدور ديالها شنو كتعني. دونك نبداو بالبرينسيپ ديال كونتينيتي ديكسبلوطاسيون. هادو تاهما خصكم تعقلوا عليهم شويه، علاش؟ لان البروف كيسول عليهم. كاين واحد لا كيسيون تاعو هنايا يقدر يسولكم على هاد لي برينسيپ. فوالا ها ماشيون او كيفاش مثلا دابا هنا selon quel principe enregistrons les opérations comptables au journal. Le principe de l'OCR, l'importance significative, la clarté ou la permanence. Donc, on a dit qu'il y a des principes. Donc, il y a un rappel à des principes. Au fil d'achat, je vais vous expliquer. Une chose, c'est que vous avez dit 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 que ونديرهم في PDF ونعطيهم لكم، وراه غتلقاو الأسئلة الأجوبة كلهم كنهزهم غير من الكور ديال الباب، باش تكونسونطرو على البراتيك، تخدمو لو إس جي وتخدمو بينو فينونسي، وديك الساعة تسير ليكزامان الله يسخر لكم. دونك عندنا هنا برانسيب ديال لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، لونتربريز إي تخي ريزومي إي ديزابليغ سي زيتا دو سانتيز دون لا بيرسبكتيف دون بورسويت نورمال دو سيز أكتيفيتي. توتفوا، دون لو كا أو les conditions d'une certaine activité totale ou partielle sont réunies, l'hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l'hypothèse de liquidation I ou la de cession. Donc, il y a un endroit où la continuité d'exploitation, je ne sais pas. C'est que l'entreprise a fait à la fin de chaque exercice, il y a un bilan final, ça sera le bilan initial de l'AMG. Donc, la continuité d'exploitation, وفوقاش ما غاديش حيت الا ما كانت الا وقفات الشركه حيت هنا كما كتلاحظوا لي بوتيز دو كونتي ديكسبلوطاسيون دو تيتخو ابوندوني او بروفي دو لي بوتيز دو ليكيداسيون ولا دو سيسيون. مثلا كانت شي ليكيداسيون ديال الشركه يعني الشركه حبسات الا وقفات الشركه راه صافي راه ما غاديش ندوي على هاد لي برانسيب الاخرين. الا اصلا الشركه وقفات ما بقاتش خدامه راه صافي دونك ما غاديش يبقى عندنا حتى شي برانسيب اخرى نقدروا نحترموها. واصلا لونتربريز ما كايناش عندها ان اكتيفيتي. دونك لونتربريز اول حاجه تخدم الى خدمات وكانت واحد لا كونتينيتي خدامه على طول العام 2010 2011 ديما خدامه. دونك الى كانت لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون راه نقدروا نهضروا على لي زوتر برينسيپ. هنا عاوتاني البروف كيهضر لكم على برينسيپ دو بيرمانونس دي ميثود. هاد البرينسيپ كتقول لك خص لونتربريز على الاقل تحترم ليا واحد لا ميثود بوندون ان اكزيرسيس كونطابل. ما تبدلهاش الى جاب الله بغات تبدلها ولا شي حاجه خصها تقولها في ان دوكيمون كيسابيل ليتيك. بحال كنتو عقلتو مثلا في اس 3 كنتو كتعقلوا كتخدموا لي ميثود دو فالوريزاسيون ستوك بحال الكيف ولا الكيف ولا الليفو. دونك كما كتلاحظوا معنا في ديفينيسيون لونتربريز اي سونسي ديتابليغ سي زيتا دو سانتيز و امبليكون لي ميم ميثود دي فالياسيون اي لي ميم ريغل دو بريزونطاسيون دان اكزيرسيس ا لوتر. سو برانسيب اي امبورطون بور لا كومبارابيليتي دي انفورماسيون كونطابل دون لو تون اي دون لاسباس. سيبوندون elle reste possible dans des limites de changer la méthode, par exemple avec le plus minute de CFO, à condition de clairement indiquer dans l'éthique. C'est-à-dire, le matin de 20 ans, quand tu as dit maintenant, CMIP, pour être là, tu as dit que la méthode, tu as dit le CFO ou le CFO. Donc, on a le droit de dire que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as des informations complémentaires. L'essentiel, ce qui voulait que le principe, c'est que tu as dit que tu as لا بيرمانونس دو ميثود على الاقل ما تبقاش كترول مره خدام بهذا الميثود مره خدام بهذا الميثود. كيفاش انا غتقول انا فهمت الا شوفوا خذوا مثلا شوف انا مثلا دابا شركه ياك خدام بالكميت عندنا موين ديال ستوك اكزيرسيس كونطابل خدام في واحد العام 2016 واحد العام بدلت شونجيت لا ميثود. دونك منين شونجيت ما بقاتش عندي ما بقيتش حتى في البرانسيب ديالي. شنو كتقول لي برانسيب؟ راه لا بيرمانونس دو ميثود. شنو كتعني لا بيرمانونس دو ميثود؟ كتقول لك كتبقى محترم لا ميثود ديالك. داكوغ؟ دونك انت فرضا بدلتي. دونك الا بدلتي لا ميثود شنو خصك دير؟ خصك اكونديسيون دو كليغمون انديكي. خصك تمشي لذاك الا خديتو دابا البلون كونطابل ديرو لذاك ساكيام ايتا سانتيز اللي هو ليتيك غتلقاو البيلون تابعو السي بي سي تابعو لو اس جي تابعو طابو فينونسمون غتلقاو هذا ايتيك. غتلقاو واحد لالين مكتوبه فيه شونجمون دو ميثود. يعني مثلا الشركه الا بدلات لا ميثود خصها تكتبها تما في هذاك الايطا. علاش؟ لان هذاك الايطا شنو هو؟ ايطا
des informations complémentaires et une معلومه جديده او اضافيه خصك تقولها لهم في هذاك الطابلو ليسونسييل هادشي اللي قلناه غير اون كاو بدلتي لا ميثود اما البرينسيپ شنو كتقول لك كتقول لك بلا فهمات فاك اكزيرسيس خدم لنا الله يحميك الوالدين بواحد لا ميثود ما تبقاش تبدل لا بيرمانون كون ديما اون ميثود سولمون ما تبدلش دونك هادي هي لا ديفينيسيون ديال هاد البرينسيپ Vous avez compris ou là, comme si question ou là, me fais-tu-je? Non, enfin, mais là, comme si je crains. C'est bon. Donc, la permanence de méthode, sinon, qu'est-ce que tu as dit? C'est qu'un exercice comptable, il y a un 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 exercice comptable, le principe que tu as dit, la permanence de méthode, il y a un exercice comptable, il y a un exercice comptable. وإلا قدر الله بغيتي تبدلي قوليها لينا ا كونديسيون دو كليرمون انديكي دو ليتي هادشي اللي كتقول هاد البرينسيپ هادي نشوفو عاوتاني البرينسيپ ديال لوكو هيستوريك لوكو هيستوريك شنو كتقول لك ودي راه في البيلون لي زيليمون ديال لاكتيف اللي خصنا نونغوجيستريوهم باش بلا فالور كونطابل دونك يعني لا فالور كونطابل هو لا فالور دونتري نعطيك مثلا دابا انا اكزومبل انا مثلا كنت خديت واحد لو تيغان خديت واحد لو تيغان واحد البقعه ارضيه كنت نشات الشركه ديالي في التسعينات وديك الساعه فاش شرينا ديك البقعه الارضيه كنا شريناها ب 10000 درهم مليون سنتيم دابا حنا فين كاينين حنا كاينين في 2020 نورمالمون هذاك لو تيغان تاعي الا جيت ايفالوي ندير ليه واحد ليفالياسيون نشوف دابا شحال تساوي لا فالور اكتويال غادي نلقى لو تيغان تساوي شي ماشي مليون ولا 300 مليون دابا الوقت راه غلات دونك انا عند راسي اش غادي ندير غنمشي للبيلون وغنقول الثمن ديال لو تيغان راه تبدل كنت شريته في 1990 ب 10000 درهم غنشطب على ديك 10000 درهم نحيدها وندير بلاصتها 200000 درهم وندير بلاصتها 300000 درهم شنو كتقول لك هاد البرانسيب كتقول لك لا كتقول لك ما خصكش تبدل لي فالور دونتري ديال لي زاكتيف ديالك خصك تبقى مصوف غارديون يعني جامي دو لافي تبدل شي اليمون داكشي باش خديتيه تخليه كيل كو سوا لا فالور اكتويل كيف ما كان لا فالور اكتويل نقراو هذا باش تفهموها لا فالور دونتري دان اليمون انسكري اون كونتابيلتي اكسبريمي اون اونتيتي مونيتير كورونت لا فالور دونتري داكشي باش تريتي هو اللي غيتسجل في لا كونتابيلتي باش بواحد لا فالور مونيتير تريتي بمليون راها مليون سيت فالور ريست انتانجيبل Quelle que soit l'évolution éthériquement du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle. Had la valeur, parce que c'est le bidel. Elle sera wow. Celui qui est le terrain million, c'est juste le bidon de million. Quelle que soit la valeur ou le pouvoir d'achat ou de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément considéré. وخا حنا في 2020 والوقت تبدلات غادي تقول لي راه لو تيغان ديالي ما بقاش تساوي مليون انا نورمالمون راه البيلون ديالي شتي نورمالمون حنا شنو كنديرو البيلون هو ليماج ديال الشركه واحد الكونطابل غادي يجي غايقول لنا نورمالمون خصنا نعطو واحد القيمه للبيلون ديالنا باش شي اونتربريز مثلا شي لابونك اللي بغات تعطيك كريدي غتقول لك جبنا البيلون ديالك بسوسوس ايوا الا شافت لينا في البيلون ديالنا وبان لينا بلي عندنا لو تيغان غير مليون ما غاتبدلش تعطينا كريدي دونك حنا شنو خصنا نديرو نمشيو نضربو على ديك مليون ونديرو فيها واحد 200000 ولا 300000 درهم اللي هو لا فالور اكتويال هاد البرانسيب قالت لك لا الله يخليك خلي لي زيليمون انسكري باغ لور فالور دونتري ما تبدلهمش انت الا بغيتي تشونجي وبغيتي تقول راه لي فالور راه تزادو ولا تغيرو هذاك هو لوبجيكتيف ديال البيلون فينونسي هو اللي غادي نقراو من بعد شنو هو البيلون فينونسي البيلون فينونسي كيجي باش يديكري لا سيتياسيون ريال ديال لونتربريز بيلون فينونسي كيقول لك شوف انا فوت ليا البيلون كونطابل داكشي باش كنتي شريتي النهار الاول سجلو وخليه في البيلون كونطابل ما تبدلش الا تغيرت الوقت تبدلات وانت بغيتي تقول راه زادوا لي زيموبيليسيون ديالي ولا هذا دير اخويا واحد البيلون فينونسي ديالك ودير فيه داكشي اللي بغيتي تقول سي بون مفهومة وي مفهومة عندنا عاوتاني برانسيب دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس هادي حتى هي باينه كتسنى اصلا دو لانديبوندونس دي زيكزارسيس شنو كتقول لنا كتقول لنا سي كو شاك اكزارسيس سي بورت سي برودوي ايتار كل عام كيضرب على راسو هذا المعنى هذا مثلا دابا انا عندي 2019 و 2020 هذا اكزارسيس كونطابل وهذا اكزارسيس كونطابل دابا حنا كاينين في 2020 واش نقدر نجيب شي فاكتوره ديال 2019 وندخلها في هذا العام
la facture achat de marchandises, tu charges. ولكن واش نقدر نشد واحد الفاكتوره قديمه وندخلها على حساب هذا العام؟ نو. كيقول لك هذا العام كيقول لك الله يرحم لك الوالدين. لي شارج اون فيرتو دو سو برانسيب لي شارج اي لي برودوي دواف تيتر راتاشي ا ليكزيرسيس كي لي كونسير. يعني كل عام كيهز لي برودوي و لي شارج ديالو. هاد البرانسيب هادي راه كضرب ليا غير على لي برودوي لي شارج. معنى اخر ماشي حنا خدامين في 2020 ولقى الكونطابل كيجيب لي الفاكتورات قدام ها هو جايب لي فاكتوره ديال 2019 ها هو جايب لي فاكتوره ديال 2018 نو كنقول ليه الفاكتوره ديال 2019 مالها خصها تحسب على 2019 يعني خصها نسيباريو بين لي زيكزيرسيس كل عام كيهز راسو سي بون اسكو فهمتي كومبري وي فهمنا خير دونك الى عندكم شي كيسيون ولا شي حاجه فتحوا الميكرو وسولوا دونك نمشيو للبرانسيب دو برانسيب دو بريدونس هي برانسيب ديال الاحتراز اشنو كتقول لنا هي من جاو لي بروفيزيون كتقول لك شاك شارج بروبابل il faut le constater وقت ما بان لك بلي شي شارج محتمل انه غادي يوقع هو سي شي شارج مثلا دابا انا سلفت واحد الكليان ديالي بعث ليه السلعه وسلفتو اكريدي كان سالو مليون ولكن الكليان لا سيتياسيون ديالو الي غرافي ما السيد القضيه عنده هي انا سي با يعني عنده لا كريز كنحس بلي محال واش يخلصني دونك انا مليون اللي كنسال الكليان ديالي مالا سي تو شارج دونك بما انها سي تو شارج ليطا قالت لي من حقك انها دوزها في لا كونطابيش ماشي مشكل غنجي دابا انا لا كونطابيش غادي نقول بلي ديك مليون اللي سلف لذاك الكليان سي تو خساره بالنسبه ليا سي تو شارج دونك غادي نجي وغندوزها في بروفيزيون غادي ندوز دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بور بروفيزيون كريونس الا كنتو عقلتو في اس دو كنتو قريتو البروفيزيون ديال كريونس داك كليان دو ريفيجيو يعني واحد كليان مشكوك في امره وشوف واش يخلصني ولا ما يخلصنيش دونك هادي هي البرانسيب اللي خولات لي قرينا فوالا هادي هي البرانسيب اللي خولات لي انني اش انني نوغمونتي لي شارج بهذاك لا فالور حيت شنو هما واش دابا انت تقاري جالس راه شقالك وغتقول بلي اه سي تي شارج لي شارج لي شارج لي شارج الدولار ما تخليكش تطلع لي شارج علاش لانك لفت انك تطلع لي شارج اش كتوقع الريزلت كتنقص لانه الريزلت كتساوي برودوي ناقص لي شارج الا الدوله خلاتك غير كتطلع لي شارج غتولي برودوي ناقص شارج انت كتطلع لي شارج الريزلت غتنزل ايوا الا نزلت الريزلت غادي يوقع لامبو غينزل دونك الدوله راه كتقنن قالت لك الدوله ماشي وقت ما تخاطرك انت غتبدا كتغونفلي لي شارج ولكن الا كان شي شارج بروبابل محتمل انه يكون ماشي مشكل غير دوزها حتى نتحاسبوا معك حتى نشوفوا لاش واش فريمون داك داك داك, داك لا شارج واش كاين ولا ماشي كاين شوفوا معايا في هاد ليكزومبل هنا اف فيغ اتونسيون راه غير لي شارج اما لي برودوي مالهم لي برودوي يكونوا ريالمو يعني اك ولا ديفينيتيفمون رياليز شوفوا معايا مزيان اون فيرتي دو سو برانسيب لي برودوي نو سون بري اون كونت كو ils sont définitivement acquis par l'entreprise. C'est ça. 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 C'est الدوله قالت لك لا قالت لك لي برودوي الله يرحم لك الوالدين تما كان نوع ديال البرودوي كلاسيك لي برودوي ما دوزهم في لا كونطابيليتي حتى يكونوا اش ديفينيتيفمون اكي بار لونتربريز حتى ديرهم الشركه الوغ كو لي شارج سون كونطابيليزي دي كيل سون بروبا ولكن لي شارج لا لي شارج الا كانوا غير بروبابل الا كانوا غير محتملين انهم غيوقعوا ماشي مشكل دوزهم في لا كونطابيليتي هادي حتى هي عاوتاني نعقلوا عليها بون نشوفوا عاوتاني برينسيپ الاخرى اللي هي واش عندكم شي كيسيون في برينسيپ ديال بريدونس لا حاليا شكون واقيلا انت بوحدك كدوي لي زوخ فاهمين ما عرفت هاي قلت لكم حبسوا الميكرو نتوما غتقطعوا الحس هذا ما صدعوش ما صدعونيش بغينا عندكم شي كيسيون غير فتح الميكرو وسولو من بعد سدو داكوغ يلاه
Donc voilà, nous avons le principe local, le principe de clarté. Selon ce principe, nous avons le principe. Le principe de clarté, c'est que nous avons la compensation entre les comptes. Nous avons un exemple. Maintenant, on a zéro plus dans le compte bancaire. Il y a 3000 dirhams dans le compte. ما خصناش نديرو شنو؟ Nous avons ce qu'on appelle la compensation. Ce n'est pas la compensation ou l'excédent. On a un exemple de chemin. انا مثلا خرجت 5000 درهم من الكونت بانكير ياك من الكونت بانكير ديك 5000 درهم اللي خرجت من الكونت بانكير حطيتها في لاكيس ديك الحطه اللي حطيتها في لاكيس عندي واحد صاحبي فورنيسور كيساني 5000 درهم خرجها من لاكيس عطيتها ليه دونك خلصت الفورنيسور ديالي دونك حمل الاوبيراسيون هذه جوج وحده دو اوبيراسيون اللي خرجت عطيتها دو دو J'ai les opérations خرجت de la banque, la caisse, ou j'ai acheté une chose de la caisse, je suis comme fournisseur. Si je veux dire, je vais le comptable, je vais dire. Ma fille, oui, mais enregistrer, j'ai les opérations, je vais dire. Je vais dire, je vais dire, je vais dire, versement. Paiement du fournisseur. Très bien, Raigoul Dana, il a dit le plus de compte bancaire, on va faire le fournisseur. Et je vois ma fille, je vois d'abord nous d'air, d'aller qui zèle. Déjà, il y a d'abord un ou d'abord à dire non, comme ça, il a dit le compte bancaire, on va faire la caisse, on va dire juste la comptabilité, bon caisse. On va dire que vous avez dit, ah, je vais la caisse, on va faire le fournisseur. Donc la caisse, fournisseur. On va dire, là, je vais faire la caisse. Direct banque, fournisseur. عرفتي الا دار هاد القضيه هادي راه خربق لينا لا كونطابيليتي ما احترمش هاد البرانسيب هاد البرانسيب شنو كتقول لك كتقول لك الله يرحمك الوالدين بلا تهامات سون كومبونساسيون بلا ما كتحتاج بشويه عليك دير لا بونك لا كيس سجلها عاد دير لا كيس الفورنيسور وسجلها حتى هي علاش لانك الا سجلتي انت بونك فورنيسور نورمالمون بونك فورنيسور نورمالمون اش تقدر تكون عطيتي شيك تقدر تكون عطيتيه فيغمون ياك ولكن انت في الحقيقه شنو عطيتيه عطيتيه اسبيس يعني ما كايناش عندنا الباباس دونك لا تا كتقول لك بلا فهمات شنو خصك دير شويه عليك دير بونك كاس ودير عاوتاني اش كاس فورنيسور سولو سو برانسيپ لي زوبيراسيون اي انفورماسيون لي زوبيراسيون اي انفورماسيون دوافت اتخو انسكريت دون لي كونت سو لا بون ريتريك avec la bonne dimension et sans compensation entre elles. Là, je serai compensé. Tu vois, avec mes deux enregistrer chaque opération ou je vais aller à l'opération de l'offre. Il faut moi. Oui. Très bien. Donc, il y a un principe pour expliquer comment il y a. C'est le donc, le principe d'importance significative. C'est le principe que je vous dis. Je vous dis que je vous dis. ياك بغيتي تقولها ولا بغيتي تدوي عليها باش تبين ليماج فيديل ديال لونتربريز حطها لينا في ان دوكيمون كي سابيل ليتيك داك اللي كنا كندوي عليه ديك الساعه يعني امبورطون سينيفيكاتيف شنو كتعني سي كو اي شي حاجه اللي كتهم ولا شي انفورماسيون اللي كتانفلونسي لوبينيون ديال ليكتور خصك تحطها لينا في ان دوكيمون كي سابيل ليتيك نعطيكم اكزومبل مثلا كنا حنا واحد لا سوسيتي وجاتنا واحد كابينو زوديتور جاونا شي ناس باش يشوفوا لينا لا سوسيتي ديالنا واش خدامه مزيان ياك ما كنخلوضو ياك ما كنديرو ياك ما كنفعلو ياك دونك نورمالمون هادوك لي بيرسون اللي هما ديال لوديت خصهم نورمالمون يتعزلوا ما غاديش يتلاقاو مع لي ريسبونسابل ديال الشركه خصهم يكونوا انديبوندون علاش لان الا هادوك الناس ديال التدقيق الحسابي تلاقاو مع لي ريسبونسابل ديال الشركه هنا غادي يولي تخلويض يقدر مثلا دابا شي اوديتور لقى شي حاجه صماش با شي تخلويضه ولا شي حاجه وحده هذاك السيد يقدر يدور معاه ولا كيعطي شي رشوه ولا شي حاجه دونك شنو هو الحل الحل ملي كيجونا هذاك الكابين دوديتور كيقول لك شوف الله يحميك الوالدين عزل لينا حنا الضواطه وخلينا حنا نخدموا بوحدنا ما نشوفك ما تشوفني دونك اي شي حاجه انت بغيتي تقولها ليا بحال مثلا نعطيكم اكزومبل ديال قبيله هذاك شونجمون دو ميثود دونك هذاك شونجمون دو ميثود نورمالمون ما غاديش تجي تقولها لي انا فيربالمون جي تقول لي شوف الله يخليك راه بدلنا لا ميثود من في فول كليب ولا بدلنا هذه لهذه شكون كيدير هذا شكون كيدير هذا راه ماشي انا يعني.
واش دخلتو ديال البي سي تاعي بون كمل لكم لهنا ياك كما قلنا يعني هذيك لانديبوندونس خص تكون اش خص يكون داك لوديتور مع داك لي ريسبونسابل يكونوا مستقلين واي معلومه بغيتي تعطيها للشركه خصك ديرها لنا في هذاك الدوكيمون اللي كنا سميناه ايتيك ايطا دي زانفورماسيون كومبليمونتير دونك اي ساجي دو برينسيپ نوفو امبرانتي ا ليكول انجلو ساكسون سي ان برينسيپ كي سيتي لو بيريمتر دو لا بون انفورماسيون كونطابل ان كونسيديرون كوم سيغنيفيكاتيف toute information susceptible d'influencer l'opinion que l'électeur des états de synthèse pour avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Et il y a des gens qui ont écrit les états de synthèse, il y a des inspecteurs de l'Emalia ou des gens qui ont écrit donc il y a des gens qui ont écrit les états de synthèse, il y a des gens qui ont écrit des états de synthèse, il y a des gens qui ont écrit des états de synthèse, خلينا الله يخليك ان دوكيمون كي سابيل ليك دونك هادو غير بحال عطينا واحد تي غابيل على الاخر على لي برينسيپ كونطابل هنا في الحصه الجايه ان شاء الله غنشوف معكم هاد لي ماتش فيدل برومي نيفو دوزيام نيفو اي 3 ثوازيام نيفو هادو راه هما كان واحد البروف واحد ليكزام كنسول عليهم ما بقاش عقلت بالضبط على ليكزام اللي كاين اللي كيسول على شحال من نيفو كاين كتخش لي انت 3 نيفو يعني كما قلت لكم راه لي كيسيون دو كور ديال البروف راه كلهم كيهزهم غير من كيهزهم غير من 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 الكور ديالو دونك فوالا جو كون ما عنديش اكزام هنايا باش نعطيكم هذاك كنت الحصه الجايه نشوف الى لقيت هذاك الاكزام اللي كيدوي فيه البروف على داك ليماج فيدال ديال لونتربريز دونك اون سارات سو بوان ميرسي بوكو ا لا بروشين ان شاء الله ياك